عدد كبير منا بيعاني من مشكلة تساقط الشعر بمرحلة من مراحل حياته. شو هي المسببات اللي بتؤدي إلى تساقط الشعر، المشاكل، وأيضا كيف بنقدر نحلها ونعالجها؟ بنتحدث أكثر بهذا الموضوع مع السيد امجد جبر، خبير بالأعشاب والزيوت. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا فيك، شرفتنا. اهلا فيك. يعني اذا زي ما حكيت انا ابتداء، يمكن كل شخص بالحياه بيمرق بمرحله تساقط الشعر، بيقول لك شعري كثير عم بيهر مثلا بالحمام او على الفرشاي، بنشوف قد ايش شعرنا عم بينزل. فشو هي اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لتساقط الشعر؟ نعم، احنا اليوم بدنا نحكي بمجموعه من المحاور الرئيسيه المسببات لتساقط الشعر. في البدايه بتداول كثير أسئلة، بأنه يعني سؤالين رئيسيات في الموضوع. السؤال الأول أنه استخدمت بعض المنتجات أو المستحضرات لمعالجة سقوط الشعر، وللأسف ظل التساقط موجود معي. صح. فهذا السؤال دائما بتداول معنا. أو السؤال الثاني أنه ليش الرجال بيكون عندهم تساقط أكثر، أو بيكون عندهم مثلا الصلع أكثر من النساء. نعم. هلا المحاور اللي بنحكي فيها بالتفصيل، انه اولا الهرمون البشري يختلف من انسان لاخر او من الذكر للانثى. وبالتالي التساقط بيختلف من الرجال على النساء. بطبيعه البصيلات وبطبيعه الهرمونات الداخليه للجسم. نعم. فالمسبب الاول هو اختلاف الهرمونات الداخليه للشخص. فلازم احنا نبحث عن المشكلة الداخلية اللي بتسبب هاي التساقط، وبعدين نعالجها، وبعدين نكمل ونقوي الشعر بمستحضرات التجميل اللي هي المطلوبة. نعم. هلا المحور الأول اللي احنا بنحكي فيه انه هم في من مسببات هاي الظاهرة المنتشرة. خلينا نحكي المسببات الطبية. نعم. اللي هي خلينا نحكي النساء الحوامل مثلا بيصيبهم تساقط في الشعر، العوامل النفسية بتأثر على تساقط الشعر، بتنتج عنها خربطة الهرمونات بالجسم. نعم. فبالتالي يجب أول شيء مراجعة الطبيب المختص عشان يحدد المشكلة الداخلية ويعمل على حلها في جسم الإنسان حتى يتعامل مع المشكلة الخارجية للجسم. نعم. أكثر المشاكل والاتجاهات المسببة الأولى اللي هي الطبية الداخلية للجسم. الآن من خلال الطبيب بيتحول هاي المشكلة أو أسباب هاي التساقط إلى خبيرة التغذية، لأنه الآن من أحد الأسباب كمان لتساقط الشعر الغذاء، وعدم اكتمال الغذاء اليومي أو الشهري أو التراكمي في الجسم. صحيح. فهذا بيؤدي إلى كمان تساقط الشعر ومشاكل الشعر بشكل عام. طبعا هذا الحكي احنا بنحكيه اللي هي عنصرين رئيسيين بالجسم اللي هي الحديد وفقر الدم. نعم. هذول بيسببوا كمان اللي هو تساقط الشعر. نعم. صحيح. نعم. الآن المشاكل الثانية اللي هي بتعالج بعد الطبيب وبعد اختصاصية التغذية، اللي هي الظروف الجوية اللي هي بيتم تعرض لها الشعر، وهيك صار العوامل خارجية خارج الجسم مش داخل الجسم بتأثر على الشعر. فهاي اللي بتختص فيها معالجتها اللي هي دور مستحضرات التجميل اللي بتختص في علاج تساقط الشعر الناتج عن العوامل الجوية. نعم. جميل. طيب كيف بنقدر نتعامل إذا بدنا نحكي عن الأحوال الجوية؟ لأنه بما أنه ذكرت مثلا إذا كان في هناك خلل، ما بدنا نقول خلل، لكن لخبطة بالهرمونات بتحصل عند السيدات الحوامل، عند السيدات أيضا بشكل عام بالمراحل العمرية المختلفة اللي هم بيمروا فيها، مرحلة البلوغ، مرحلة سن الأمل أو غيره. فهون لازم اللجوء إلى الطبيب. أيضا الواحد لازم يرجع يشوف غذائه، إذا غذائه متكامل أو غير متكامل، عنده نقص حديد زي ما حكيت ممكن يأثر على الشعر. لكن في حال الظروف الخارجية اللي هي هون وقتها احنا بنقدر نلجأ إلى الأعشاب، إلى الزيوت، إلى مستحضرات التجميل. نعم. لحتى نتعامل مع موضوع تساقط الشعر وننقذ شعرنا من التساقط. قبل ما نتحدث عن موضوع كيف بنتعامل مع تساقط الشعر، لما يسقط الشعر بمرحلة من المراحل بيرجع ينمو حتى لو ما تعاملنا مع مستحضرات التجميل أو الأعشاب مثلا؟ هلا النمو تبع الشعر أول شيء لازم نحدد المشكلة الرئيسية اللي سببت في تساقطه. بالضبط. هلا مجرد ما احنا سببنا عفوا حددنا السبب الرئيسي في تساقط الشعر، بلش العلاج اللي هو الاساسي للتساقط. هو التساقط هو مش الاساسي اللي سبب، يعني مش الشيء الأساسي اللي سبب هذا التساقط. لكن إذا عالجنا مثلا نقص الحديد، عالجنا النفسية، إذا كانت النفسية تعبانة بالنسبة للشخص وسببت هذا التساقط، الحوامل بالنسبة للحوامل وضعت حملها وجابت مولودها وبلشت تعالج نفسها في الخطوات الثانية، فمنبلش إحنا في المستحضرات التجميلية نعمل على تقوية الشعر، وعلى اساس انه خلص عالجنا المشكله احنا الرئيسيه، احنا قاعدين عم بنعزز قوه الشعر في مجاله هون. حلو. هلا تساقط الشعر بنقدر نعالجه بالزيوت الطبيعيه وبالاعشاب الطبيعيه، مجرد ما انتهينا من اول مشكلتين بالزبط. اللي هو الطبيب وخبيره التغذيه. نعم. هلا الظروف الجويه بتلعب دور هام في الموضوع في الخارجي. هلا الشعر بيحتوي على عناصر كثيره تنبث من خلايا من جسم الانسان، مثل عنصر الهرمون الدهني بسموه، اللي هو بيبث الدهون للشعر حتى تكون ناعمه او طريه. صح. فبالتالي هلا اذا نقص هذا الهرمون الدهني واجت الاحوال الجويه او الحرارة الزائدة وتوجهت إلى الشعر، بده يبلش مشاكل الشعر، التقصف والتساقط، وبده يبلش نشفان الشعر بشيء بوضعه طبيعي يعني. طيب إيش الزيوت مثلا أو الأعشاب اللي إحنا لازم نلجأ لها بهاي الحالات والأعراض اللي أنت عم تذكرها؟ هلا الأعشاب اللي إحنا بنحكي فيها باتجاهين، أعشاب شرابا والزيوت الطبيعيه وضع على نفس على بصيله الشعر او على فروه الراس. طيب هلا بالنسبه للشراب، اي شيء اعشاب يوجد فيه ماده الحديد هو صحي للعنايه بالشعر. زي شو عم نحكي؟ يعني مثلا احنا بنحكي عن شرب او اكل، مثلا السبانخ. طبعا السبانخ غني بالحديد، هلا مجرد ما اكلت السبانخ انت عم بتقوي عنصر الحديد في الجسم، وبالتالي عم بتسدد النقص فيه. نعم. هلا الاعتماد الاكثر طبعا بالايام اللي احنا عم نعيشها على اللي هي الفيتامينز او اللي بكون المكملات الغذائيه. صح. او اللي هي بشكل عام اللي هي الاوميجا 3 6 و12 او الفيتامينز بي 12 او البي 12 عفوا، هذول بيعتمدوا عليهم اكثر من الاعشاب الطبيعيه. ليش؟ لانهم هم مجتمعين مكتملين الفائده أكثر من العشبة نفسها. يعني العشبة ممكن مع غليها أو أكلها تعطيكي 30، لكن صح. هذا المكمل الغذائي يعطيكي 100% بالفوائد، بيكون مركز. نعم بيكون مركز. صح. هلا بالنسبة للزيوت الطبيعية اللي بتهتم في الشعر أو تقويته أو تعديل مظهره من بسبب خرابه من العوامل الجوية أو بأسباب داخلية بالجسم، منها زيوت بذر الكتان. زيوت بذر الكتان بيحتوي على مواد فعالة وبتعطي أكثر فاعلية لبصيلة الشعر إنها تغذيها من جذورها حتى تطلع صحيحة. نعم. هلا إحنا بنهتم أكثر شيء كمصنعين لمستحضرات التجميل إنه نعالج المشكلة من الجذور وليس من الخارج. هلا من أكبر كبار المشكلات اللي بتعاني منها خلينا نحكي المرأة بتساقط الشعر أو بالتقصف، اللي هي وضع الصبغات الدائمة على الشعر. الصبغات الدائمة تحتوي على مواد كيميائية، المواد الكيميائية بتضرب في نفس بصيلة الشعر، بتحاول إنه تقلل من فعاليتها. فبالتالي الزيت بيجي بيدعم هاي البصيلة وبيحط عليها زي جدار، حتى لو الصبغة دخلت على هاي البصيلة إنه تحميها لدرجة معينة، طبعا مش لكل الدرجات. صح. عم نحكي عن زيت بذر الكتان. بذر الكتان بالتحديد. في زيوت أخرى برضو؟ نعم أكيد. عندك في زيت اللي هو طبعا زيت الزيتون. زيت الزيتون بطبيعته هو أول شيء مضاد للأكسدة، بيعطي ترطيب عالي سواء للجلد أو للشعر. نعم. فإذا أعطى لفروة الرأس ترطيب عالي، فأعطى للشعر ترطيب جميل. طب احنا بنسمع انه زيت الزيتون برضه بينشف الشعر، هل هاي المعلومه صحيحه؟ الزيوت الطبيعيه اغلبيتها بتنشف الشعر. ليه؟ لانه المواد اللي فيها نفسها بتغلغل في نفس البصيله، ما بتعطي الفائده الخارجيه. يعني البصيله بتمتص الماده الفعاله لهي الزيوت، بضل الماده الخارجيه خارج الشعر، يعني خارج خارج البصيله. وبالتالي التعرض للظروف الجويه من غبره من كذا بيساعد على انه نشفان الشعر من هاي الزيوت، لأنه الفوائد الرئيسية نفسها امتصتها. نعم. ضلت وبرضه احنا بنعاني من هذا الشيء، انه والله استخدمت زيوت طبيعيه بس نشف الشعر، لكن قوى الجذور. نعم، الاهم البصيلات اهم شيء البصيله الداخليه، احنا بدنا نعالج الداخلي بعدين بدنا نعالج الخارجي. جميل. هلا من الزيوت كمان اللي هي زيت جوز الهند، زيت جوز الهند بلسم طبيعي، ما في اثنين بيقدروا يختلفوا عليه للشعر، بيعمل على ترطيب الشعر وتطريه الشعر، بيعطي حافز الشعر انه ما يتاثر كمان بالعوامل الخارجيه. حلو، تمام. نعم. ايش كمان؟ وعندنا زيت الجوجوبا. الجوجوبا، زيت الجوجوبا. أوكي. زيت الجوجوبا من الزيوت الرائعه والزيوت القويه لتقويه كمان البصيلات الشعر، وبتحفز كمان على تنبيت على تنبيت بصيله جديده، يعني حلو. بتعمل على يعني حافز انه تنبت بصيلات جديده للشعر. حلو. طب احنا كيف بنقدر نعرف استاذ امجد مثلا انه هلا احنا بنشتري زيوت، بنروح على العطار بنشتري هالزيوت، كيف بنقدر نعرف انه مثلا هذا الزيت مركز، يعني بذر الكتان موجود فيه بشكل كثير كبير لحتى ينعكس على شعرنا بالطريقه اللي احنا بدنا اياها لحتى يفيد شعرنا، كيف بنقدر نعرف هلا هذا الزيت اصلي مثلا؟ هلا شوفي، هلا يعني هاي الشيء بده مش علماء، بده أكبر من علماء أنك تعرفي هذا الشيء أو مش هذا الشيء، لأنه نعم. إحنا بالذات يعني حتى لو بدنا نستورد في صناعاتنا، يعني في صناعات المستحضرات التجميلية، لما بتستورد أو بنشتري أنواع الزيوت ممكن تطلع أنها الأصلية، ممكن تطلع مش الأصلية. هلا بتبين بنفس الخلط، بنفس التصنيع. نعم. هلا بنفس التصنيع بتبين. إذا كان مثلا زيت خلطتيه مثلا مع خلينا مع البلسم في ظروف معينة في الخلطة، ببين معنا أنه هذا الزيت دمج، عمل كومبينيشنز مع الخلطه ولا لا، لانه ممكن يفصل الزيت نفسه، ممكن يفصل عن الماده. ممكن هذا الزيت يعمل حاضنه للبكتيريا، ممكن يكون مش اصلي، ممكن يعمل حاضنه للبكتيريا، يعمل مشاكل. هلا شغله الاصلي ومش الاصلي هاي، يعني حتى علماء ما بيقدروا يميزوه انه هذا شيء اصلي او مش شيء اصلي. بس والاغلبيه اذا ما كان من مصدر معروف، من شركه معروفه، من دوله معروفه، صح. طبعا من الدول المشهوره في الزيوت الطبيعيه في العالم اللي هي الهند. اذا ما كانت من دوله معروفه، من مصدر معروف، فصعوبه جدا بانك تعرفي مين هذا الاصلي وهذا مش الاصلي، خلافا عن طبعا زيت الزيتون، لانه احنا الرواد تبعونه عارفينه شو الاصل بزيت الزيتون. طيب ذكرت نقطه مهمه، انه الزيت بنقدر نخلطه مع البلسم، يعني واحد من الزيوت اللي انت حضرتك ذكرتها هلا اللي بتمنع تساقط الشعر او بتساعد على انه الشعر يرجع ينمو بحال تساقطه، بنقدر نخلطه مع الزيت او مع البلسم عفوا، ما بيأثر على الشعر، ما بيخليه زيت، يعني كيف نقدر نتعامل معه؟ خصوصا انا هون عم بحكي للستات الكثير اللي بيكونوا مثلا عاملات، ما عندهم وقت انهم يضلهم دائما يحطوا زيت على شعرهم. هلا كصناعه، كدخول الزيوت في الصناعات، بيدخل في صناعات في نسب معينه. يعني كعلم انه انت تيجي تصنعي مستحضر تجميلي بلسم للشعر، لازم يكون على اسس معينه، ما بصير نيجي نعمل مثلا بالخلطه نجيب 3-4 كيلو زيت جوجوبا ونحطه، بيكون في قانون، معايير معين. لازم معايير معينه نحطها، يعني مثلا بنقسم الزيوت كومبينيشنز مجتمعه على البلسم، بدنا نحط 7 انواع زيوت، هاي نسبتها القانونيه اللي احنا معنا ترخيص حتى فيها، من 2-4% مثلا في الخلطه، هاي من 4-5% في الخلطه، فهي ما بتاثر، هي بالعكس هي بتعطي كمان قوه لنفس المنتج، بس ولكن بمعايير معينه. نعم، لازم بمعايير معينه. نعم، بس انا قصدي مثلا انت هلا حكيت انه زيت بذر الكتان بيساعد على اعاده جذور الشعر ويرجع الشعر يطول من اول وجديد، بقدر مثلا انا امسك بلسم عندي واحط فيه شويه بذر كتان واستعمله مثلا؟ لا طبيعي، ما بقدر. طبيعي لا، لانه اي هلا مستحضر تجميلي ممكن يكون، هلا ممكن يكون زيت الشعر مخصص للشعر، مش مخلوط بمي. هلا المستحضر التجميلي هو كومبينيشنز، دمج ما بين الزيت والمي. اوكي. بيندمج مع بعض. فعلى درجات حراره عاليه حتى يصير الاندماج ويصير كريم او أوكي. يصير بلسم او صح. يصير كذا، يعني فلما تضيفي انت بده يفصل معه. حلو. لانه الظروف اللي انت او بتعمليها بالبيت تختلف تماما عن الظروف اللي بتصير في المصانع. نعم. طب كل قديش الواحد بيحتاج او السيده بتحتاج انه تستعمل هاي الزيوت اسبوعيا مثلا؟ قديش بنحتاج؟ 3 ايام بالاسبوع الماكسيمم تبعها، ممتاز جدا اذا كانت بتستخدم المنتج والمستحضر التجميلي الفعال. يعني الفعال 3 ايام، واللي مش فعال ما تستخدمه اصلا، يعني طبعا. ما تقول والله هذا فعاليته 20% لازم استخدمه كل يوم، وهذا فعاليته 100% لازم استخدمه 3 ايام بالاسبوع. حلو. يعني المش فعال حتى من الاضرار اللي بتصيب الشعر غسيل الشعر كل يوم بعد او كل يوم باستمرار بيأثر، انه هو الشامبو والميه، فبضلك انت عم تغسلي، عم بتشيلي المواد الطبيعيه من الشعر والدهنيه اللي بترطب الشعر، بتشيليها كل يوم اول باول. بس هلا بالصيف الوضع كثير صعب، يكون انه الواحد ما يتحمل طبيعي، لازم هلا بدك شيء داعم او محفز ليغطي الظروف اللي انت فيها. طيب سؤالي الاخير كمان طبعي. عشان توصل المعلومه بالشكل الصحيح، حكينا 4 زيوت مهمه لحتى نساعد شعرنا في حال تساقطه لا سمح الله انه يرجع ينمو، وهم بشكل عام كثير مهمين للشعر: زيت بذر الكتان، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا. نعم. نقدر نخلطهم ال4 مع بعض ونستعملهم على شعرنا، ولا يفضل كل واحد على حده؟ نعم صحيح. هلا باجتماع مشاكل الشعر من تقصف، من تساقط، من نشفان، بتقدري تجمعي اكثر من نوع زيوت حتى تعالج المشكله من الجذور لحتى النهايه. اها اوكي، نقدر نجمعهم ال4، نقدر تجمعيهم، تقدر تجمعي اكثر من هيك، لانه في زيوت كثير بتهتم في تساقط الشعر او في علاج الشعر، فبتقدر تجمعي اكثر من 10 زيوت و12 زيت، بس بنسب تكون معينه حتى كل واحد ياخذ وضعه باعطاء الشعر فائدته الرئيسيه. ممتاز، كثير حلو. أنا ختاما بدي أتشكرك، شكرا لك ويعطيك العافية. تسلمي، الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.